اهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم تعلم الحان كنيستك. ما زلنا بنحفظ لحن المزمور 150 بالطريقه الفريح الكبيره. حصه النهارده طويله شويه وعشان كده هنبتدي على طول. عايزين بقى نراجع مع بعض المرد بتاع الميلاد. تمام. نيجي بقى على المرد بتاع الغطاس. يعني في الاول بنقول الليل الاربعة زي ما هما، وبعدها ايسوس بخريستوس ابشيري امفنوتي، كل ده زي الميلاد. بعد كده بقى دي بدل ايه؟ في يلا افشي كمان مرة على بعض تاني كمان مرة نقول افتشي افتشي تاني
من أول المرض. أفتشي كويس. نقول بقى المرد كله على بعض. المرض هقول لكم المرض بتاع عرس قنا الجليل برضو إيسوس بخريستوس ابشير امفنوتي. الجزء بقى اللي بعدها هقول لكم برضو المرض بتاع عيد دخول المسيح للهيكل برضو إيسوس بخريستوس ابشيري امفنوتي. بعد كده هوت مرض عيد البشارة برضو إيسوس بخريستوس ابشيري امفنوتي. بعد كده بقى الحتة المختلفة افتشي
سارك سيف او 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 نيجي بقى لمرض القيامة. بدايته زي بداية الميلاد، يسوس بخريستوس، بدل بقى بشيري ابقورو، انت ابقو افتون في فول خني اثم اوت. فيسوس بخريستوس نفس اللحن نفس الموسيقى بتاعتها، فنجرب نقولها. يعني كل الهزات بتاعت افنوتي موجودة في إب أو أو. نقول الحتة دي على بعض تاني. Oh, 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 oh.
نقول بقى المرد ده كله على بعض بتاع القيامة. يا ودلوقتي هنشوف مع بعض لحن المزمور الفريح الكبير بمرد القيامة بصوت المعلم توفيق يوسف، لكن بفكر حضراتكم انه بيقولوا متركب على لحن الشراط الفريح الصعيدي، ودي مختلفة شوية عن الشراط الفريحي اللي بنقولها في القاهرة. Oh, whoa, oh.
كويس أوي. هقول لكم المرض بتاع عيد دخول المسيح أرض مصر. تبقى برضو إيسوس بخريستوس إبشيري إمفنوتي زي بتاعة الميلاد. بعد كده أف المرض بقى بتاع الصعود ده بيتغير من اوله هو والعنصرة. هقول لكم بتاع الصعود يا بي خريستوس افطه مرض العنصرة يا بي خريستوس مرض التجلي يسوس بخريستوس ابشيري مفنوتي زي الميلاد. بعد كده بقى ابتجي
كده خلصت الأعياد السيدية سواء الكبيرة أو الصغيرة اللي بيتقالها المرد ده. لكن برضو في فترة مهمة قوي اللي هي فترة النيروز، 16 يوم من أول عيد النيروز لغاية اليوم 16 من شهر توت. فأقول لكم المرد بتاعها: بكده نكون خلصنا لحن المزمور الفريح الكبير بكل المردات اللي ممكن تتقال كجزء منه. ياريت نحفظه ونبتدي نقوله في كنايسنا. شكرا على حسن متابعتكم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة ولحن جديد في برنامجكم تعلم ألحان كنيستك. If you enjoyed our program today and would like to support this growing service, please include us in your prayers. If you would like to make a donation to keep us on the air, please send us an email to the following address: webmaster@copticheritage.org. God bless you.